واحنا كده وصلنا الجسر؟ اسمع يا ناجي، ما تسألش هنا حد خارج لما اقول لك، فاهم؟ احنا جايين في خير. ما اتغيرتيش كتير، رجعتي تاني ليه؟ هتفضل باصص لي كده كتير؟ انت اكيد بتشبه عليا. انا عمري ما جيت هنا قبل كده. متاكده؟ متاكده. فين اهل العيال دي كلها اللي رجعوا من الجسر وماتوا واللي ما كملوش واللي رجع هربان من غير اهل؟ طيب احنا متشكرين قوي، لازم نمشي. ارتاحوا الاول، يمكن تكون دي الرحله الاخيره، او جايز الطالع يقول لكم كلمته. احنا عندنا هنا خير يكفي. اشرب يا نوح. سيب ابنك وامشي، انت عندك حرية الاختيار. يعني ايه؟ طالع قال كلمته. لا طالع ولا نازل. شكرا على الضيافة، انا لازم امشي. استنى، لو فاكر الجسر جنة تبقى بتحلم. الجسر جنة ونار، بس اكيد في عدل. تعرف منين؟ من اللي شفته. فيش اوحش من الحرب، مفيش أسوأ من انتظار الموت للناس اللي انت بتحبهم، مفيش أسوأ من نظرات الخوف والرعب اللي كان في عيونه وانت واقف عاجز. حارب حرب تعرفها أحسن ما تحارب المجهول. العدل موجود في كل مكان، المهم تغلب الخوف. أنا ما بخافش. ولا على ده؟ سيبه، سيبه يتربى هنا، خليه يكبر ويعمل معاهم دنيا جديدة بدل الدنيا اللي انتوا خربتوها. لو مش مصدقني اسأل اللي رجعت من الجسر وهي تقول لك شافت ايه. انت قصدك ان دليلة كانت في الجسر؟ هي وكل دول. ابوها هرب بيها، كانت عيني مليانة ذعر ورعب وخوف. كنتش فاهم هو شاف ايه علشان يحصل له كل ده. احنا لازم نمشي، لازم نمشي. نوح، الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده خطر، مش هينفع نكمل كده. لازم نعسكر هنا لحد ما النهار يطلع. وقف. يلا يا نجم، يلا. أكتر من الحكاية اللي احنا عايشين فيها يا ناجي. أحكي لك أنا؟ إيه؟
كان في مرة ولد اتحدى كل أصحابه إنه يقدر يعمل أي حاجة مهما كانت صعبة. قالوا له طب تقدر تروح تجيب الشيطان من أرض الشيطان اللي في الجبل؟ قال لهم أقدر. راح جاب حجارة كبيرة وشوال كبير وطلع الجبل واستنى الشيطان قدام مغارته المخيفة. وأول ما طلع هجم عليه وحطه في الشوال بسرعة ورجع بيه لأصحابه. كانت مفاجأة كبيرة وأصحابه اتغاظوا. قالوا له طب بما إنك بتعرف تعمل كل حاجة تعرف تودينا الجسر؟ اللي هو مقدر. عرفت طريق الجسر منين؟ راضي معرفولنا محفظهولنا زي أسامينا. مين راضي؟ كان صاحب أبويا كان بيثق فيه زي ما انت واثق في زينة بالظبط. وهو اللي عرف أبوك طريق الجسر؟ عشان خاين. يعني الجسر موجود مش وهم؟ أنكرت الجسر على الناس ليه؟ عايزاها مفضلة عبيد تحت رجليك عشان تحاربي بيهم حربك القذرة. الحرب انت اللي ابتديتها لما قتلت أخويا. أنكرت الجسر ليه؟ الناس بتجري ورا الممنوع حتى لو كان شر. أديكوا عرفتوا إن الجسر موجود روحوا، لكن أنا مش جاي معاكم. مش هتمشي، هنروح كلنا سوا. مرزوق، ياهود، حمدان، علي، نور، أنا عارفان عددنا مش كبير، حدش فيكم عنده حاجة باقي عليها ولا حاجة تخليه بصورة، وأنا زيكم، في زينا كتير قوي على الطريق، كل يوم عددنا هيزيد.